يو كيف الحال؟ بحاول اجمع باقي الفريق بس احس انه في شيء ناقص. نحن جاهزين، هيا عجلنا. حاضر سيدي. لهلاه يا كلاود. مع بعض مرة ثانية. يجي مشكور. استناني شوية راح انادي باقي الفريق. بالمناسبة احنا وين رايحين؟ حنروح نيبلهايم. قل لي ايش شعورك انك ترجع لبيتك بعد كل اللي عشته؟ ما عندي لا بلدة ولا أعرف الإحساس هذا. بخصوص عائلتك؟ اسم أمي جينوفا، ماتت أول ما ولدتني بفترة قصيرة، وأبويا أنا ليش قاعد أتكلم عن هذا الموضوع؟ هيا خلونا نتحرك. أم سفرث اسمها جينوفا؟ ارجع لشغلك ولا حيوبخوك. شغل الحراس يجيب النوم. ايش؟ لا تقول لي انك تحتاج خبرة. خبرة؟ قصدك اوقف طول اليوم؟ لازم الجندي يكون مصحصح وينتبه تصرفاته، صح؟ كيف شايفني؟ طيب وكذا؟ وضعك يتحسن. يا ليل، أنا من جد ما بصير جندي. أنت الجنود اللي جيتوا علشان المفاعلات؟ ايوه انا زاك، جندي صف اول تحت امري. ايش في منكم كثيرين من الصفوف الاولى؟ ايوه اختاروا قليلين مننا. بس اثنين هذه المره؟ ايوه انا وسفرث. اها طيب ها غريبة الأطوار. استعدوا لصباح بكرة، وجدنا مفعلات ماكو. هنحتاج واحد يراقب المكان. حالياً انصراف. ايوه صح اتذكرت، تقدر تزور اهلك واصحابك اذا تبغى. نيبلهايم ها؟ انت ليش لسه لابس الخوذة؟ الموضوع شخصي. ايش الغرابة هذه؟ انا سمعت ان البطل سفرث جاي لهنا، جهزت كاميرتي عشان اشوف اللحظة واخذ صورة سفرث هو يحارب الوحوش. خليك شو، ترى الوضع خطير. لا ولا همك، انا بس بعيش اللحظة. انجزنا مهمات كثيرة مع بعض، وفي حاجة يعني ابغى اقول لك اياها.
كنت أفكر فيها من أول ما جيت للبلدة، بس الموضوع شوية محرج، فعشان كذا قررت أن أكتب لك إياها وما ينفع أقول لك إياها شخصيا. اليوم اللي غيرت فيه له تسريحة شعرك، وانت عارف أنه إحنا حراس مبتدئين، حسيت بشيء يعني عميق، ما أقدر أنسى كلماتك وما راح أنساها. أتذكر الكلام اللي قلت لي إياه ذاك اليوم، فعشان كذا أنا أشكرك. شكرا زاك. انت تتفرج على ايش؟ على المنظر هذا. انا ما اتذكر وين شفته. تيفا، انت مرشدتنا. خدمتكم. طيب يا حلوين، ابتسموا للكاميرا. يا